مساء الخير عليكم. الله يبارك. هذه شراشر من جهة جبل عمور بالأطلس الصحراوي اللي كاسكاد تاع البلاد المنطقة هذه في الأطلس الصحراوي. على كل حال ما نقول لكم واش من المنطقة واش من الولاية. برك نعطيكم بعض الكمية تاع الأمطار خلال هذا 24 ساعة الأخيرة وصبت البارح. سجلنا 2 مليمترات في بني صاف و4 مليمترات في غزوات، وصبت في نضرومة، صبت في مغنية، صبت من جهة تلمسان سناتة، وصبت في بعض الأماكن ماهوش بعيد على معسكر في عين تيموشن في مرصد بن مهيدي في منطقة عدة مناطق غربية. على كل حال وغدوة نعطيكم الكميات الأخرى. نشوفوا برك الحال كيفاش راح يكون أزكى غدوة الصباح، أزكى بالأمازيغية غدوة الصباح إن شاء الله. عموما الحال شباب باش تتنام الضباب يتشكل على المناطق الساحليه وايضا قرب السواحل لي فالي ولا لي بروش ريجون كوتير. يقدر يكون الضباب يكون الرؤيه ضعيفه من جهه الشلف ولا من جهه وادي عيسي بولايه تيزوز ومنطقه الميتيجه في شرق البلاد من جهه قسنطينه من جهه باتنا. تقدر تكون الرؤيه ضعيفه مع الصباح لحد المطلوب اللي ياخذ الطريق، لانها الرؤيه تكون ضعيفه يقدر يكون حوادث مرور غير بالعقل لان الرؤيه مهمه في غيرسو. اما برصا الحال شباب جوج ولا ثلاث سحابات على اقصى الجنوب سينوس ما صافيه ايا جوج الظاهره. الضباب هذا كيروح زيد الحال يبقى الضغط هذا مرتفع هو اللي يسمح باش انا ما نقول ما هوش حال شباب ليا. هذا هو الموفيطه الحال شباب كي تكون تصب الشتاء. على كل حال نقولوا السميشه تكون في الموعد ان شاء الله. دائما هذوك السحابات تبقى على منطقه الهوغر والطاسيلي شمال طمرسط حتى لمنطقه مولاي احسن وايضا منطقه اراك ايغورج داراك وكذلك زوابع رمليه على درجه على الرياح معتدله قويه على الصحراء الوسطى وعلى اقصى الجنوب على المنطقه تاع الحدود مع المالي. نجوزوا لدرجه الحراره ننتظروها غدوه الصباح ان شاء الله مع الفجر. على كل حال مالغري راكم تشوفوا درجه واحده تحت الصفر راهي شويه مرتفع المعدل الفصلي لان في هذه الاماكن كما البيض ولا الجلفه ولا باتنا ولا في عده مناطق تاع هضاب العليا حتى الصيف حتى الثلاثه ثلاثه اربع درجه تحت الصفر راهي شويه دافي الحال. على كل حال هذا كاع راجع للضغط هذا المرتفع ولاماس داير شوط اللي هي اللي تخلي باش الحراره ما بين 8 إلى 9 درجه تاع السواحل وبين 5 إلى 8 درجه تاع المناطق الداخليه والهضاب العليا ما بين درجه صفر إلى درجه واحده تحت الصفر. على الصحراء الوسطى 10 درجات كما عين صالح من جهه تندوف 11 ومن جهه عين ميناس وايضا اليزي 11 7 8 على الهوكر والتصيلي و13 في تيمياوي. نجوزوا للظاهره، الظاهره سترتفع شويه الحراره على غرب البلاد وننتظروا حتى محلي 22 درجه خاصة من جهة واد سلي ومازونة وأيضا منطقة معسكر. أما فيما يخص الجزائر العاصمة 20، وهران 20، عنبة 20، بجاية 20، مستغانم 20، كيبازا 20، بومرتاس 20، جيجل 20 وكذلك 24 نصيبوها في عين صلاح وعين ميراس، 23 نصيبوها في تندوف، 23 في طمرسة، 23 كذلك من جهة جانات و 27 درجة مئوية إن شاء الله في تنزا وطينا. انجزوا الملاحة والصيد البحري بحار شباب شباب لان الريح دائما ضعيف مع الضغط الجوي المرتفع يا ربي 10 كيلومتر في الساعة. الاتجاه تاعو يكون غربي بعد الاحيان غربي شمالي غربي الى شمالي شرقي سي دي فون فاريا باتجاهات مختلفة. في اللارج كذلك الريح ضعيف، الرؤية مع الصباح تقدر تكون ضعيفة تحت السحب السبل يعني النيواجبا ولا الضباب اللي يكون على السواحل. الغروب معناتها تتحسن في النهار وتولي من 4 الى 8 اميال بحرية. اي نولوا لي كاسكاد هذوك تاع مقبلات جبل عمور هذو جايين على واحد 40 كيلومتر على مدينة افلو بولاية الاغواط. وي واحد الكاسكاد انا نسر لكن داير حالة لان الطبيعة كما نقول لكم ناتشورال كلش كلش ناتشورال وكل ما كنا كاين الحياة. ونصيبوا حتى الروي الموفلون تاع هذه المنطقة نصيبوا عدة تنوع تاع نباتات وحيوانات في هذه المنطقة تاع جبال عمور ومعروفين في الطورة جبال عمور. هذه هي محصور الجميلة هذه ايه كاين بزاف حوايج اللي نديروهم في بلادنا. على كل حال شوفوا شو هذاك المنظر الله يبارك حتى لي غرافي ريباس نسيبو مام لي طراس تاع لي دينوزور في هذه المنطقة كاين بزاف حوايج يسالي بلادنا واسعة اللي يقدر يشوفها ويفيزيتيها. أزكى إن شاء الله كيما بدينا درجة الحرارة نكونوا الخميس 28 جانفي 2016 شروق وغروب الشمس وهذا العناوين في خدمتكم 2016 جانفي وقريب نكملوه فيفري. يا ربي دوم قصتكم.